اتصال من آية مجدي شقيقة الشهيد النقيب البطل عمر مجدي. يا أستاذة آية مساء الخير. نور، ازي حضرتك؟ أهلا بيكي، تعزينا ليكي طبعا. ويعني كنت عايزة أسمع منك عن طبيعة العلاقة بينك وبين الشهيد عمر مجدي، كانت طبيعة العلاقة عاملة ازاي؟ العلاقة بينا كانت قوية جدا، كنا صحاب مش اخوات، كنا بننزل دايما مع بعض حاجات كتير. كنت بفضل استناه لما يجي من الشغل متأخر، كنا بنتعشى مع بعض ونمشي غير لما هو يجي، وكنت بلبسه وكنت بساعده في أي حاجة هو كان بيحتاجها، وهو دايما كان معتمد عليا في حاجات كتير. حتى الشغل لما كان هو مسافر وكده كنت بجهز الشنط والحاجة، وكان دايما بيجيب لي حاجات وهو جاي بالليل ويتصل بيا عايزة ايه اجيبهولك، وكان مهتم بيا جدا وكان بيخرجني، وكانت في خروجات كتير مع بعض. آخر مرة أو آخر لقاء بينكم لما كان عندكم في البيت، هل يعني شايفة اللقاء ده كان إزاي؟ كنت شايفة إن هو لقاء عادي زي كل مرة ولا كان مختلف؟ لا، كان شكله غريب شوية، وكان قاعد بيسمعنا كلنا وقاعدين بنتكلم، وكان دايما كان يقولي طب تعالي بالليل نقعد نتكلم. يعني في اليوم قبل ما يسافر دوت كان جاي متأخر وصحاني من النوم، فضلت قاعدة معاه، قال لي اقعدي معايا. قعد تقريبا ساعتين أو 3 ساعات بيتكلم بس وأنا بسمعه، وقال لي المرة الجاية. وأنا جاي كان جايب لبنت أختي عرايس وكده، وقال لي المرة الجاية هجيب لك زيهم. عشان هستناك وهنخرج، وقال لي جهزي خروج عشان هنخرج مع بعض، وهستحق اوديك اللي انت عايزاه اي مكان انت عايزاه. المهم بس هو ده اللي حصل. هو مسافر، في اليوم اللي هو سافر فيه دخل عليا بعد ما شلت الاكل وكده، فضل حاضني جامد وقال لي انا هجيلك بسرعه ما تقلقيش. قلت له ماشي انا هستناك زي كل مره. ببقى دايما مطمنه ان هو بيروح وبيرجع. استقبلتي الخبر ازاي؟ كان خبر صعب، يعني كنت نايمة بحيط على صوت ماما وهي بتعيط وبتصوت بصوت عالي قوي، مبقتش فاهمة فيه ايه. بس فعرفت من صاحبه ان هو كان عمالين يكذبوا، لا عمر كويس مفيش حاجة، عمر بس حاسة بسيطة. مبقتش فاهمة ليه، يعني بتقولولنا هو كويس عايز، لو كان عايز ما كنتش عامل كده، خايفين ومتوترين. بس ابوه وماما راحوا المستشفى فعرفونا، يعني قالولنا صاحب احمد قال لي اعتذري عند الله جيد. بشكرك يا أستاذة آية وتعزينا ليكي. طيب احنا بينضم لنا الأستاذ محمد الجلاد صديق الشهيد عمر مجدي.